السلام عليكم اعزائي ومرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم رافع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نبريباريو الامتحانات، كيفاش نستعدوا نحصلوا على بون نوت، نحصلوا على كذلك اعلى نقطه جيده في الدراسه ديالنا، وكيفاش نتفوقوا وكيفاش نبريباريو الاكزامان ديالنا ونبريباريو الدروس ديالنا. من خلال التجربه ديالي اعزائي اصدقائي غادي ان شاء الله نعطيكم نصائح اللي تقدروا تستافدوا منها، كيفاش انا حصلت على المرتبه الاولى في الاجازه في سيمي دي ماتيريو بروبريتي اوبتيك اي مانيتيك دي ماتيريو، وكذلك حصلت على لاتيستاسيون ديال كيفاش يمكن ليا هاد لاتيستاسيون باش لي قولك نكمل الماستر ديالي، ندير الماستر ديالي في هاد التخصص ديالي. يعني كيفاش حصلت على هاد لانوت ديالي المرتبة النقطة الأولى، وحصلت على كذلك المرتبة الأولى في ليسونس بروفيسيونيل ليسونس فوندامونتال سيمي دي ماتيريو بروبريتي مانيكس بروبريتي دي ماتيريو، كيفاش حصلت عليها. غنعطيكم بعض النصائح وبعض كذلك الافكار وكذلك الميثودولوجي باش تخدموا كيفاش تحصلوا على هاد لا نوت هادي، وكيفاش تحصلوا على فوق في الدراسه ديالكم، كيفاش تراجعوا الامتحانات واخا ما بقاش عندكم الوقت بزاف، كيفاش تقدروا ان شاء الله تراجعوا الدروس ديالكم في واحد الفتره اللي هي وجيزه او لا الا كان عندكم الوقت. بغيت اصدقائي ولكن قبل من هذا الشيء بغيتكم واحد الحاجه شنو هي، بغيت قبل من هذا الشيء ما تنساوش اول حاجه ديروا واحد 5 ثواني اعزائي، تشتركوا ديروا لايك وديروا سبسكرايب اشتراك ابوني ولا سبسكرايب، وديروا لايك وكومنتير، هادشي كيشجعني وكيخليني باش نزيد انا نعطي بزاف. شكرا لكم. اولا اعزائي باش نبداو باش نحصلوا على واحد النوت مزيانه، كيفاش لا ميثودولوجي باش نخدموا؟ غادي نعطيكم واحد الطريقه اعزائي اصدقائي بالطريقه باش تقدروا تخدموا وتخرجوا من الامتحانات. يعني الطريقه باش تخدموا غادي نعطيكم بعض لي ميثود بحال هكا 5 ديال ليزيتاب تخدموا عليهم ان شاء الله تحصلوا على واحد لانوت مزيانه وتحصلوا على النتيجه اللي هي صراحه نتيجه غادي تكون ان شاء الله مزيانه، وغادي تشوفوا في الفيديو وتقولوا لي صراحه خدمت لكم ونجحتوا في هذه الطريقه اللي خدمتوا. داكوغ الوغ اصدقائي غادي نبداو ان شاء الله شنو هما النصائح اللي غادي نستعملو، شنو هما الطرق ولا ميثودولوجي اللي غادي نخدمو بها باش ان شاء الله نحصلو على بون نوط ونحصلو على كذلك على نقط جيدة في المجال ديالنا وفي الدراسة ديالنا. غادي نعطيكم شنو هما لي بون نوط اللي غادي تستعملو، شنو هما لي كا، شنو هما لي ميثود لي ميثودولوجي دو ترافاي اللي غادي تخدمو بها. اول طريقة غادي نعطيكم واحد المثال، مثلا انا بغيت ناخذ واحد لاطابل، بغيت نهز واحد لاطابل، اشنو غادي نحتاج؟ جوج الحوايج. الحاجة الأولى هي غادي نحتاج القوة، يعني خصني تكون عندي قوة باش نهز هاد لاطابل هادي، إلا ما عندك القوة ما يمكنش تهزها. ثاني حاجة غادي نحتاجو لها أعزائي هي لا ميثودولوجي، كيفاش غادي نهز هاد لاطابل هادي. إذا أصدقائي كيفما قلنا غادي نحتاجو القوة وغادي نحتاجو أشنو آخر لا ميثود باش غادي ناخدو هاد لاطابل هادي. دونك هذا هو البرانسيب اللي غادي نركزو عليه باش إن شاء الله نتفوقو في الدراسة ديالنا. إذا أول حاجة القوة كيفاش غادي نحصلوا عليها؟ مثلا غادي ناخذوا الفطور ديالنا شنو بغا يكون فيه؟ غادي يكون فيه اعزائي الماء بزاف، غادي ناخذوا الماء وناخذوا كذلك غادي ناخذوا التين المجفف، غادي ناخذوا العسل اذا كان العسل الحر سي تخي امبورتون حيت فيتامينات ناتشورال، غادي ناخذوا كذلك اس بي، وغادي ناخذوا كذلك التمر. التمر كذلك هاد الاربع عناصر هادو كاين هناك مزيد من العناصر تحتوي على فيتامينات كي دايره فيتامينات طبيعيه تساعد الدماغ ديالنا باش تعطيه الطاقه للدماغ ديالنا باش يخدم. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي لا ميثود خاطي، شي حاجه اللي كنطبقوها، يعني اشنو غادي نخدمو؟ اول حاجه اعزائي غادي نخدموها هو غادي تقاد البروغرام ديالك راسك. علاش غادي تقاد البروغرام ديالك راسك وما غادي تاخذ واحد البروغرام ديال شي واحد اخر؟ حيت الا خديتي البروغرام ديال واحد اخر هذاك الشخص الاخر اللي خديتي البروغرام ديالو هو عند واحد النسبه مثلا ديال 50%، 50% ديال الفهم ديالو في الدروس ديالو او عند 80%، يعني كل واحد كيصاوب البروغرام ديالو على حسب البورسونتاج ديال الفهم ديالو في الدروس ديالو. يعني انت بن صايب يقدر يجيك انت صعيب او يجيك ساهل او يجيك ما قدرش، يعني ما يقدر ما يكونش مناسب مع البروغرام ديالو. يعني اشنو غادي دير؟ غادي تصيب واحد البروغرام ديالك، انا نعطيك واحد اكزومبل وغادي تموديفي انت وغادي تخرج منه البروغرام ديالك اللي غادي تخدم به ان شاء الله. داكور اعزائي، اذا اول حاجه شنو هي؟ نقادو البروغرام ديالنا، نقادو البروغرام ديالنا، داكور قاد البروغرام ديالك لراسك. ثاني حاجه اشنو هي اعزائي؟ حاول تقسم الوقت اللي باقي عندك، يعني الوقت اللي باقي عندك حاول تقسمه، مثلا باقي عندك شهر او لا شهرين او لا 3 شهور، ذاك الوقت اللي باقي عندك حاول تقسمه ديال التقسيم ديالو. غادي نوريكم الطريقه باش غادي تقسمو كذلك هذا الوقت هذا. ندوزو ثالث حاجه اشنا هي اعزائي؟
ثالث حاجة هي تنظيم وقت النعاس ديالك، يعني الوقت النعاس ديالك خصك تنظمو، تنظم الوقت ديال النعاس. رابع حاجة حاول الفطور، كيف ما قلنا الفطور يكون يوميا الصباح بكري، مثلا مع 6:30 6:30 7 خصك تلقى الفطر يوميا، تكون تفطر بكري يعني خصك يوميا تكون فطر بكري. وهذا الفطور ديالك اسمنا خصو يكون فيه الفطور، خصو يكون فيه الماء، ويكون فيه كذلك التمر، يكون فيه الزيت، يكون فيه التين المجفف، ويكون كذلك فيه العسل إن كانت لك لديكم الإمكانية. هاد الحوايج هادو كيزيدوا واحد الطاقة للدماغ، كيعطوا واحد الطاقة للدماغ، يعني حاولوا إلا كانت بالإمكانية ديالكم تبداو تفطروا بهاد الحوايج هادو، راه تيساعدوا الدماغ بزاف باش تعطوا الطاقة للدماغ باش يخدم. داكوغ أعزائي، بالنسبة كذلك حاجة مهمة هي تحدد الوقت ديال التمارين والوقت ديال الدروس، يعني الدروس تعطيهم الوقت ديالهم والتمارين تعطيهم الوقت ديالهم، داكوغ؟ الدروس في وقتهم وتعطي التمارين واحد الوقت دقيق. أصدقائي غادي نعطيكم دابا واحد الطريقة باش غادي تخدموها، ليكزومبل اللي كنخدم به أنا، غادي نعطيكم مثلا مثال إكزومبل كنخدم به، غادي نفيقوا إن شاء الله غادي مثلا نبداو الخدمة ديالنا كيفاش غادي نخدمو وسط النهار، اليوم كامل كيفاش غادي نقسموه. سين ديال النهار كامل خدمنا، الو خدمنا في النهار كامل كيفاش غادي نخدمو؟ في النهار غادي نحاولو مثلا، غادي نحاول مثلا من 7 حتى 10، من 7 حتى 10 هاد شحال ساعة كاينة؟ كاينة 3 سوايع، من 7 حتى 10 كاين 3 سوايع، يعني هاد 3 سوايع غادي نحاول نقسمهم مثلا واحد 3 ديال الدروس ولا 2 ديال الدروس ونخدم من 7 ديال الصباح حتى 10 ديال الصباح، غادي نخدم كاملة 3 سوايع هادي من 7 الصباح حتى 10 النهار. ثاني حاجة من 10 حتى 2 ديال النهار، من 10 ثاني حاجة من 10 حتى 2 ديال النهار غادي ندير فيها التواشى ديالي، يعني غادي ندير فيها مثلا نقدر نسبورطات ديالي نلعب، أو نقدر مثلا ناكل شي حاجة بناكلها، نمشي مثلا نخرج نضرب دورة، ندير أي حاجة، المهم دير بها التواشى ديالك، دير بها الحوايج اللي بغيتي، من 10 حتى 2 دير بها داكشي اللي بغيتي نتا دير فيها دور. دير هضر مع صحابك، صافي في البورتابل، دخل واتساب، فيسبوك، دير اللي بغيتي، يعني من 7 ل 10 انا غازع فيها الدروس ديالي، ومن 10 ل 2 غندير فيها التواشى ديالي، يعني من 10 ل 2 غندير فيها التواشى ديالي، ندير فيها الحوايج اللي بغيت انا، داكوغ؟ غادي نشوف دابا كملنا من 2، ومن 2 حتى ل 5، من 2 حتى ل 5 كذلك اش غادي ندير فيها؟ غادي نقرا عاوتاني، من 2 حتى ل 5 غادي نقرا، يعني من 2 حتى ل 5 شحال ساعة كاينة تماك؟ 3 سوايع، برافو، 3 سوايع كاينة من 2 حتى ل 5، غادي نعاود نقرا فيها، هاد 3 سوايع هادي غادي ندير فيها عاوتاني بروغرام أشنو غادي نقرا فيه، غادي من 5 حتى ل 8 أشنو غادي ندير؟ الوقت ديالي ندير فيه اللي بغيت، ندير فيه التواشى ديالي، ندير فيه اللي بغيت، نلعب نشاطي، ندخل فيسبوك، واتساب، نجبد شي لعبة نلعب فيها، نتفرج شي فيلم، نمشي ناكل، نصلي، ندير اللي بغيتي، يعني. عندك داك الوقت دير فيه اللي بغيتي، هاد الوقت هذا من 5 حتى 8 ديال كدير فيه اللي بغيتي، شحال ساعة؟ 3 سوايع عندك دير فيها اللي بغيتي، ألوغ من 8 حتى 10 الليل شحال ساعة تما؟ 2 ساعة، يعني هاد 2 ساعة أشنو غادي ندير؟ غادي نقرا فيها، 2 ساعة عاوتاني خصني نقرا فيها من 8 حتى 10 غادي نقرا فيها، وملي كملت 8 حتى 10 كملتها أشنو غادي ندير؟ عندك من 10 حتى 7 الصباح شحال ساعة؟ 9 سوايع، يعني 9 سوايع أشنو غادي ندير فيها 9 سوايع هادي؟ 9 سوايع أشنو غادي ندير فيها؟ هاد 9 سوايع غادي دير فيها اللي بغيتي، نعس، كول، لعب، دير فيها اللي بغيتي، المهم حاول ما أمكن تعطي واحد 7 سوايع 8 سوايع حتى الأقل نعس، والباقي حاول تدير به اللي بغيتي، داكوغ؟ هاد الطريقة دابا إلا عاود لكم كيفما كتشوفو معايا، 3 من 7 ل 10 قراية، من 10 ل 2 تواشى ديالك، من 2 ل 5 عندك فيها 3 سوايع عاوتاني قراية، من 5 ل 8 دير فيها التواشى ديالك، ومن 8 ل 10 القراية. شفتو معايا هاد البروغرام هذا؟ كنبغي نشوفو غادي يغيرو على حساب اش، على حساب القراية اللي عندو، على حساب المستوى ديالو، أنا غنعطيكم كيفاش تقدرو تموبيل فيه، داكوغ؟ بالنسبة للناس، الناس اللي عندهم بزاف الوقت، يعني فاهمين الدروس ديالهم، فاهمين الدروس ديالهم، وعندهم بزاف الوقت، أشنو غادي يديرو؟ يعني إلا كنتي فاهم الدروس ديالك وعندك الوقت كثير، غتحاول تقرا مثلا ما بين 4 حتى 8 سوايع، غتحاول تقرا شحال ما بين 4 حتى 8 سوايع تقراها في النهار، في هذه القراية، هذا عندك الوقت كثير وعندك باش تراجع، يعني حاول دير من 4 سوايع حتى 8 سوايع ديال القراية يوميا تبدا تقرا،
هكا ديشونجي المستوى ديالك غادي تشونجا. اما بالنسبه لك كان عندك الوقت مناسب يعني ما كنتيش معطل ما كنتيش زربان يعني متوسط الوقت ديالك مناسب غادي تحاول تكتفي ب 8 سبع في النهار راه كافيه 8 سبع في النهار كافيه غادي دير مثلا ساعه ونص لكل ماده كل ماده ديالها ساعه ونص ومثلا ساعه ديال الدرس وساعه ديال نص ساعه ديال التمارين كتخدم فيها نص ساعه ديال التمارين. اما بالنسبه الناس اللي ما بقاش عندهم الوقت يعني بقى عندهم الا قل من شهر ما كاينش شهر ما كاملش يعني قل من شهر اشنو غادي تخدموا؟ عندكم تخدموا من 8 سوايع حتى 12 ساعه في النهار من 8 سوايع اشنو غادي دير في 8 سوايع؟ غتاخد 4 سوايع ديال التواشا ديالك 4 سوايع ديال التواشا ديالك دير فيها اللي بغيتي يلعب ديكو يدير اللي بغيتي كديرو في هاد 4 سوايع ديالك انت 8 سوايع حدا النعاس شحال باقي لك؟ باقي 12 ساعه. 12 ساعه اش غادي ندير بها؟ 12 ساعة أخويا غادي تاخدها وغادي تخدم فيها كاملة وتقسمها كيما عطيتكم البلان في الأول غاتحاول تقسمها وتلعب غير القراية غاتكون غادي بهاد الطريقة في هاد الشهر كامل غاتكون غادي بهاد الطريقة هادي داكوغ. نزيدكم واحد الحاجة مهمة بزاف حاول شوف كاينين دي بروف تيديرو لايف تيديرو لايف في فيسبوك وكذلك في الفيسبوك حاول ما أمكن مثلا فيسبوك أو لا في اليوتيوب بحال بحال حاول تشوف شي بروف اللي تيكون تيشرح مزيان وكيعطيك تلخيص في الدرس ديالو وحاول تتبعو مثلا ساعة في النهار يوميا ساعة في النهار إذا كنتي دير شي لايف حاول تتبع معاه وعاود سجل هاد لي نوت اللي كيدير داكوغ. نسيتكم حاجة أخرى حاول تقلب على الدروس فيديوهات اللي تيكون فيهم دروس ملخصين تيكونش واحد صالح بزاف صالح مزيان وعندو صالح مزيان وديال خصي الدروس حاول تاخذهم ودوك الدروس عاود كتبهم وراجعهم هكا غادي يحصل عليك واحد النسبة كبيرة يعني الدرس اللي كتبقى نتا جالس فيه مثلا واحد أربعة سوايع باش تراجعو ولا خمسة سوايع تكون تراجعين راجع سيدي الفيديو استفدتي داكشي اللي فرضت استفدت فاش واحد الوقت ديال خمسة سوايع كتكون ربحتي يعني إلا كان عندك غير شهر اللي بقى لي تيولي بحال باقي ليك شهرين ديال المراجعة داكوغ. على ساري نتمنى إن شاء الله إلا عجبكم الفيديو استفدتو ما تبخلوش علينا اشتراك أبوني سبسكرايب كذلك ديرو جيم أبوني سبسكرايب ديرو جيم كذلك تحطو التعليق ديالكم.